بكم مشاهدينا الكرام، وهذه اللحظات التي لا تقدر بثمن لكل من يعيشها، وتحديدا كل من يكون على الهواء في هذه اللحظات شديدة الخصوصية، لحظات تصنع فيها مصر تاريخا جديدا. عبور السفن في القناة هو عبور نحو المستقبل، يجعلنا نتذكر هذه الكلمات ونتذكر أيضا هذا الصوت عندما صاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عريق عميق يقول: أنا الشعب والمعجزة، أنا الشعب لا شيء قد أعجز، وكل الذي قاله أنجز. هي حكاية الشعب المصري، بناة الأهرام وبناة السد العالي، ومن حققوا نصر أكتوبر والعبور، ومن ثاروا على من حاول أن يهدم هذه البلاد، ثم تحولوا من مرحلة الثورة لمرحلة بناء الدولة، فأنجزوا هذا الإنجاز المصري الخالص تمويلا وتفكيرا وتنفيذا وتخطيطا خلال عام واحد، فتحولوا من الإنجاز إلى الإعجاز. من تابع كل ما كتب عن هذا المشروع خلال الفترة الماضية ربما يجد من أطلق عليه العبور الثاني، ومن سماه بالهرم الرابع، والتايمز عنونت فقالة مصر المعجزة. ولكن مصر بقيت كعهدها تتحدث عن نفسها بمفردات الأفعال وليس الأقوال. لحظات ربما تقف الكلمات فيها عاجزة عن وصف ما يشعر به المصريون، قلوبهم وعقولهم كانت تتطلع لهذه اللحظات منذ تم الإعلان عن بدء الاستعدادات النهائية لهذا الافتتاح الرسمي. كل ما في بلادي هذا اليوم مشرف ويبعث على السعادة والفخر. التنظيم، الحضور، رجل الدولة الذي بدأ هذا المشروع بالإشارة وبتحديد التوقيت، ثم كان اليوم في هذا الافتتاح، ثم هذا الشباب الذي هو عماد هذا المشروع. أغلب من قاموا بالعمليات في قناة السويس الجديدة هم من الشباب على كافة التخصصات، من قاموا بهذا التنظيم هم من الشباب، وحتى الأصوات التي احتفلت بهذا هي أصوات مصر التي نجحت في مسابقات عربية وعالمية. إنها مصر وإنها حكاية شعب. نتحدث في هذا الإنجاز الذي سنظل نتحدث عنه كثيرا، ليس من أجل الحديث، ولكن لأن هذا الكم من الإصرار والإرادة الذي أثبته المشروع يجب أن يكون دافعا لنا لكي نستمر في العمل، ولكي نكتسب هذه الثقة في أننا قادرون، نحن نستطيع عندما نريد. ضيفي في الاستوديو الآن هو الدكتور إيهاب رمزي، البرلماني السابق وأستاذ القانون الجنائي. مشرفنا يا دكتور. أهلا وسهلا وألف مبروك. فعلا مبروك، مبروك علينا كلنا، مبروك على مصر، مبروك على الشعب، لأنه الموضوع مش سهل، لكن إحنا أعظم شعب. النهاردة بنقول يا جماعة إحنا أعظم شعب، في كل الظروف قدرنا نبني، في كل في ظل الإرهاب قدرنا نستثمر، في أكبر عجز موازنة قدرنا ندفع ونمول. مبروك علينا كلنا، مبروك على مصر فعلا. أبرز ما لفت نظرك في هذا الاحتفال على مدى هذه الساعات الماضية والتي تبعناها؟ شوفي، عاوز أقول لحضرتك حاجة، الالتزام. كل حاجة بدقة، نحسب من السنة اللي فاتت زي النهاردة للسنة دي، الدقة والالتزام والمراحل اللي بنمر بيها ده اللي بيدي قمة وروعة الأداء المصري. احنا ما عندناش أجانب بتيجي تعمل لنا حاجة، ولا فلوس أجنبية، ولا طاقات بشرية أجنبية، ولا أفكار أجنبية. احنا كلنا ميد ان ايجيبت، صنع في مصر. قناة السويس صنع في مصر. مين اللي عملها؟ المصريين. مين اللي مولها؟ المصريين. انت حضرتك قلتي كل ده وانجزتي واوجزتي في ملخص المشهد، لكن اللي انا عاوز اقول بقى وناكده بقى ونشرحه، احنا المشروع ده بقى معجزه. ليه بقى معجزه؟ اولا عاوز اقول يعني المشهد كل حاجه بترمز لحاجه. الاحتفاليه النهارده دي
كل حاجة فيها بترمز لحاجة، وكل حاجة بترد على حاجة. النهاردة الأطفال اللي بدأوا، خلي بال حضرتك، النهاردة الأطفال اللي بيحتفلوا هو اللي بدأ بيهم الرئيس. زي النهاردة هو ومجموعة الأطفال الذي بدأوا، ده رمز. كان حريصا أن يكونوا معه يدا بيد في لحظة إطلاق الزر للبدء في العمليات. وذات الأطفال وذات السن وذات الجيل وما من بعده من جيل شباب هم الذين يحتفلوا اليوم. لما نيجي نشوف عبور من عبارات الأكبر، يعني سفن كبيرة جدا عبرت علشان ما حدش يقول ان القناة دي ضحلة او القناة عمقها قليل او القناة دي يعني لا تصلح. لقد تجاوزنا هذا الكلام ولكن شوف هذه العبارات الكبيرة دي بتحيي الشعب المصري. كل حاجة بترمز لشيء وبترد على شيء. النهاردة الشعب المصري كله قدرنا ان يحتشد اكتر من مرة، لكن قدرنا بالمشروع واحد احتشد خلفه الشعب المصري. النهاردة مش مسألة ان الشعب المصري بيحتفل، مش الناس اللي اشتغلت هي اللي بتحتفل، ولا الرئيس بيحتفل، ولا السياسيين بيحتفلوا. الشعب المصري كله في جميع ربوع الجمهورية بتحتفل بهذا الاحتفال. ليه؟ احنا قدرنا بمشروع واحد وحدنا الشعب. وحدنا الشعب في الثورة، وحدنا الشعب في الدستور، وحدنا الشعب في الرئيس، وحدنا الشعب في مشروع قومي. وده اللي احنا كنا عاوزينه. ازاي نوحد الشعب خلف المشروع القومي؟ الكل كان بيسارع منذ الوهلة الاولى انه يدفع فلوس، وكأن الفلوس دي ما بيبصش انها جاية ولا مش جاية. ده بالعكس، ده ربما كان من اللافت للنظر أن الغالبية العظمى كانت من البسطاء. يعني رأينا هذا الاكتتاب الشعبي وهذا الكم من البسطاء، كلهم يقدم ما يملكه. أعرف ناس دفعت 200 جنيه، واحد دفعت 200 جنيه وقيمتها أضعاف مضاعفة لأنها كل ما يملك. يعني شوفي، ده بقى اللي أعطى ما يملك. ده شوفي ده بالنسبة له إيه. لكن قدرنا نوحد الشعب المصري. الشعب عجبتني مقولة أن الشعب أمر والدولة نفذت، الشعب أمر. النهاردة قناة السويس دي رمز، غيرت خريطة العالم. غيرنا خريطة العالم. حضرتك دلوقتي خريطة العالم لما نيجي نشوف كده، هو دي البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. كان الأول فرع واحد بس في الخريطة. النهاردة أصل ده مش سد مثلا، مش موجود على الخريطة. يعني ممكن نقول مثلا السد النهضة، سد العالي، سد ده مش هتيجي في خريطة العالم. لكن اللي هيجي في خريطة العالم فعلا هي قناة السويس. قناة السويس الموازية لقناة السويس الموجودة هي اللي بتضيف للخريطة. وحضرتك بتتابع الآن هذه السفن على اختلاف أحجامها، وحتى إن كانت في هذه اللحظة تحديدا ربما مظاهر احتفالية، ولكن ما الذي يتبادر لذهنك؟ يعني هل في هذه اللحظة تذكر عندما كانت هذه المنطقة صحراء جرداء؟ رملة. نتحدث عن مثل هذا اليوم في العام السابق، من السنة 365 يوم. يا جماعة هقول لحضرتك حاجة، احنا يعني لما تيجي تشوفي سنة دي بتعدي هوا، الشهر بيعدي هوا. ال 365 يوم دي احنا بنقول ايه ده؟ احنا علشان دي كانت من 365 يوم كانت رملة. من قبل ما نفتح البرنامج كانوا بيتكلموا عن الارقام، قد ايه حجم ازاله الرمال. أيوة. وقد ايه حجم العمق، سواء رمال الجافه او الرمال المشبعه بالمياه. وعند حضرتك قد ايه عدد العاملين في هذا المشروع الضخم الكبير، وتقريبا كل كراكات العالم كانت تعمل في هذا المشروع. ده انت حضرتك 50,000 عامل اشتغلوا في قناة السويس. ده شعب 50,000 عامل اشتغلوا في قناة السويس. ال 50,000 عامل دي بقى علشان نفهم بقى ازاي بقى القدرات، احنا قدراتنا كبيره، او لما بنعوز بنقدر وقدرنا. ال 50,000 عامل دي امنتيهم ازاي؟ دي نقطه مهمه جدا. قدمت لهم اللوجستيات الحياتيه اليوميه. بالظبط. الدعم قدمت له الدعم ازاي اليومي؟ ال 50,000 عامل دول انت قدرت تنظميهم ازاي ويشتغلوا ازاي وقدرت الموضوع ازاي؟
حضرتك اهم شيء، اهم شيء في الموضوع ان احنا ما فيش ولا واحد عامل ولا عملية واحدة إرهابية قدرت إنها تخش هذه المنطقة، ولا عملية واحدة. شوفي إحنا ممكن يكون عندنا في 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 قد في ربوع الجمهورية نلاقي أو نشوف مثلا بعض التفجيرات، لكن هذه المنطقة اللي كان فيها 50,000 عامل اللي كانت أقوى منطقة يعني عاملة في مصر، ولا حد قدر يقرب ناحيتها. يعني دكتور إيهاب، هذه النقطة تأخذنا لشيء في غاية الأهمية، وهو يعني مع اقتراب الافتتاح الرسمي للقناة بدأت تتبلور عدد من الرسائل الكثيرة في واقع الأمر، ولكن ما حدث اليوم وما نتابعه الآن على الشاشات وهذا الحضور الدولي العربي طبعاً الإفريقي طبعاً، هذا الاعتراف الذي تابعناه في صحف العالم حتى التي كانت تحاول أن تتجاهل الحقائق في مصر أو التطور في مصر، لا أصبحت التايمز تقول ميراكلس إيجيبت، مصر المعجزة بالزبط، وغيرها وغيرها. عدد من الرسائل يرسلها حفل الافتتاح في حد ذاته، منها ما هو سياسي، منها ما هو اقتصادي، منها ما هو أمني. أبرز هذه الرسائل في وجهة نظرك؟ أبرز هذه الرسائل أن مصر لها كرامة في 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 نظر الشعوب الأخرى. دي نقطة مهمة أوي. حضرتك لو فرح حضرتك أو فرحي أو فرح حد وجاي له الناس كل صفوة المجتمع، أنا ده معناه إيه؟ الناس مقدراكي، الناس شافتك بوجه تاني، الناس شافت مصر وشافت الشعب المصري أنه يستحق التقدير. النهاردة رئيس فرنسا بيجيلك عشان يشارك في افتتاح قناة السويس. هو كان رئيس فرنسا ده كان راح بلد تانية؟ يعني احنا النهاردة لو بنفتح حاجة في العراق، بنفتح حاجة في سوريا، بنفتح حاجة في ليبيا، هيجي؟ ده معناه إيه؟ أن مصر بلد أمان يقدروا يجوا كلهم، أن مصر قادرة على تأمين مصر وتأمين المنطقة وتأمين الشعب وتأمين هذا المشروع. ودي في حد ذاتها رسالة لكل من حاولوا خلال الفترة الماضية تصدير صورة ولو صوتية. حضرتك تذكر أنه كان يتم في وقت من الأوقات، وقت قريب، استهداف مناطق متفرقة بقنابل هيكلية هي حتى لن تنفجر، لمجرد بالزبط تصدير فكرة للخارج مع هذه الأخبار التي المسمومة التي كانت تبث بأن ده مناطق كثيرة. هذا الحضور يثبت أننا نستطيع أن نميز بين ما هو صوتي ومصنوع وبين ما هو حقيقي. بالزبط. النهارده لما الشعوب، غير كرامه المصريين ووضع مصر في وسط هذه الدول، وان الناس دي جايه تحييكي وتحيي الشعب المصري وتشارك بغض النظر عن ده، النهارده لو في قلق في مصر تفتكر رؤساء العالم دي كلهم هيجوا؟ عمرهم هيجوا. هذه يعني الدول الأوروبية ودول العالم كانت تصدر تعليمات إرشادية لسائحيها بعدم التوجه في عقب الثورة في 2011. الرئيس الرؤساء دي كلهم جم مصر، شعبه هيجي ولا مش هيجي؟ بالظبط. خلاص ما فيش أي مشكلة بقى. ما أنت حضرتك النهارده الرئيس ده مش خايف على نفسه؟ خايف على نفسه، هو بيشارك في التأمين ولا احنا بنأمن؟ دعاية سياحية عالمية على هامش هذا الافتتاح. مصر هي اللي مأمنة، مش القوات الخاصة للرؤساء مأمنين، مصر اللي مأمنة. يبقى مصر تقدر تأمن؟ اه تقدر تأمن. مصر تقدر تحارب الإرهاب؟ اه مصر تقدر تحارب الإرهاب. مصر عندها إرهاب وحصل لها تنمية؟ اه مصر عندها إرهاب وحصل لها تنمية. الدول التانية عندهم إرهاب ما عندهمش تنمية. عندهم إرهاب ما عندهمش تنمية. عندهم إرهاب والشعب عايش في الإرهاب. خليني أتذكر مع حضرتك عبارة قالها الرئيس السيسي قريبا، عندما قال لن نقبل أن تلقى لمصر المساعدات بالطائرة، ولولا أننا قضينا على هذا الإرهاب في مصر لكان هذا هو حالنا. يعني من ينظر إلى مصر في قلب إقليمها كل ما حولها مشتعل، مجرد قدرتنا على المحافظة على استقرار هذه الدولة هي إنجاز. بالزبط. أن ننجز إنجاز اقتصادي سياسي صناعي لوجستي عالمي أمني هو إنجاز مضاعف. طبعا عايز اقول لحضرتك حاجه، قناه السويس دي المراكب المعديه لو حاسه بقلق، المركب خلي حضرتك المركب ليها تامين، وفي ناس بيامنوا المراكب دي، دي شركات خاصه بتامن المراكب. المراكب وهي نازله تحت، هي نازله تحت ايام القراصنه والكلام ده، لكن لولا انه قناه السويس مؤمنه، لولا ان المراكب بتعدي
تخيلي لو هناك إرهاب يهدد هذه العبارات. هذه العبارات هي مليارات متحركة. مليارات متحركة، مين يقدر يفقد ولا شركات تأمين مين يقدر أو يجازف حتى. ولا يجازف يعني حضرتك يعني هذا الأمر كان زمان كان التأمين بيتم رفعه على العبارات اللي بتمر في قناة السويس. زمان ده من أيام الـ الإخوة الأعداء. كان التأمين عالي، أي مركب هتعدي يقول لك لا لازم تأمينك بيعلى. النهارده التأمين نزل. حضرتك بتتكلم على مبلغ التأمين الذي كان مبلغ التأمين، التأمين نزل على المراكب. طيب مشهد آخر كان لافت وربما يعني قياسا لنبض الرأي العام، مظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بالزي العسكري. يعني ربما تكون له قراءات كثيرة، البعض حتى يضعها في إطار أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولكن ربما أنا قرأتها كرسالة أن هذا الإنجاز هو بأكمله هو إنجاز مصر طبعاً. وفي النهاية مصر يعني نتحدث عن دولة جيشها شعب وشعبها جيش. هذا هو ما رأيته أنا شخصياً في هذه البدلة العسكرية في هذا الاحتفال. بس الاحتفال ده الشعب المصري بيحتفل بكذا حاجة، بيحتفل بافتتاح قناة السويس وبعظمة الجيش. اوعى تفتكري احنا من غير الجيش ما كناش هنقدر نعمل، احنا من غير الجيش ما نقدرش نعمل قناة. عشان تبقى عندك حضرتك علمك، انت ما عندكيش شركة زي الهيئة الهندسية، ما عندكيش شركة خاصة زي الهيئة الهندسية تقدر تعمل حاجة زي كده. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي القادرة انها تعمل كده. دي نقطة. تأمين هذا المكان، تأمين هذا المكان الجيش هو اللي بيأمن. تحية للجيش المصري، تحية للجيش المصري. خلي بال حضرتك هي تحية مقدمة من 90 مليون مصري في هذا اليوم. لما رئيس الدولة يلبس لبس الجيش بيحيي الجيش المصري، لأن الجيش المصري هو اللي صنع وخلفه الشعب. لما يبقى عندك الشعب خلف الجيش وخلف قيادته ده رسالة جامدة جدا. يعني دكتور إيهاب، ونحن نتابع أعلام مصر وهي ترفرف في هذا الممر، وهو في واقع الأمر شريان جديد للتنمية وشريان جديد للحياة. أعلام مصر وهي ترفرف، بطبيعة الحال كل المصريين يشعرون بمشاعر مختلطة. وأنت قلت لي ونحن قبل الهواء يعني لا أستطيع الحديث فعلا بأمانة. النهاردة أنا ما أقدرش أتكلم، يعني أنا مش مصدق. إحنا كنا لما طالعين من الصور وطالعين وكل مؤسسات مصر متهانكة ومتهالكة، قلنا مصر دي قدامها 10 سنين على الأقل علشان نقدر نعمل حاجة. النهاردة في سنة واحدة قدرنا نعمل أكبر مشروع قومي التف حوله الشعب المصري في خلال عام. وبعدين القناة دي بداية يا جماعة، قناة السويس دي بداية، وأعتقد الرئيس قالها بداية لحياة تانية، لشكل تاني للحياة المصرية، للخريطة المصرية، مناطق تانية جديدة جدا لم تدب فيها الحياة الدب. من الغد بدءا من الغد سيبدأ العمل في شرق التفريعة في بورسعيد. شفتي بقى حضرتك احنا بنقول ايه؟ بداية. والبداية احنا ما عندناش وقت. شوفي حضرتك احنا بنحتفل النهاردة وبكره عندنا شغل، بكره عندنا بدايه تانيه في منطقه تانيه بشكل تاني باستثمار تاني جديد. عايزه اعود بحضرتك مره اخرى لفكره الرسائل التي قدمها هذا الاحتفال. يعني كنا بنتحدث عن ظهور الرئيس بهذه البدله العسكريه، لا نستطيع ان نغفل صوره هذا الطفل الذي كان يحمل علم مصر ويقف محتضنا الرئيس، وهو طفل اراد مقابله الرئيس في وقت سابق واختار الرئيس السيسي أن تكون هذه اللحظة. هو طفل مصاب بالسرطان، أن تكون هذه هي اللحظة التي يتم فيها اللقاء. كان حضرتك أشرت منذ قليل لفكرة الأطفال والجيل الجديد الذي كانت بصمته مع بصمة بدء هذا العمل. هذه رسالة أيضا، رسالة لمن وماذا تقول؟ عاوز أقول لحضرتك حاجة، إنه دي رسالة للعالم كله، إن إحنا أول البلاد اللي بتهتم بهذا الجيل، وإحنا نظرتنا وبؤرة الضوء على هذا الجيل، مش إحنا ولا جيل اللي قبلينا ولا جيل الرئيس. الرئيس بيعمل إيه؟ الرئيس بيعمل العبور اللي هيعدي عليه الشعب.
هي ده الجسر اللي هيعدي عليه الشعب اللي وراه. احنا في جيل اجيال ورانا هتعدي وهو ده احنا عملنا الجسر عشان الاجيال اللي ورانا هي اللي هتعدي. وهذا الجسر، هل الرساله ان هذا الجسر هو جسر حضاري جدا يستوعب الاصحاء والمرضى لانهم مسؤوليتنا؟ هؤلاء المرضى هم مسؤوليتنا. المرضى احنا محدش يعني، دي رساله فيها رقي شديد، رقي ورحمه، وفيها رفعه وتواضع، ان احنا ازاي في ظل الاحتفال وفي ظل الفرحه ما بننساش ولا اطفالنا ولا مرضانا ولا ذو الاحتياجات الخاصه. يبقى احنا النهارده يا جماعه احنا الفرحه ما بتنسيناش ولا بتنسينا مبادئنا ولا تعاليمنا ولا ثقافتنا ولا اعمالنا مع من هو محتاج فعلا على ارض مصر. يا جماعه الاطفال دي بترمز لحاجات كتير جدا. الجيل ده بيرمز لحاجات كتير جدا. احنا بدانا وعينينا على هذا الجيل. مصر مش مدتها او عمرها سنين قليله، لا احنا عمرنا اجيال، زي ما احنا عندنا من 7000 سنه بنات الاهرام احنا لسه عندنا اجيال جوارانا هتبني، اجيال ورانا هتبني. ان احنا مش هو ده البدايه، احنا بدينا نحط حجر الاساس. قناه السويس دي حجر الاساس لمصر، حجر الاساس للشعب المصري، حجر الاساس للمستقبل للاستثمار في مصر. احنا النهارده فتحنا الباب، وضعنا حجر الاساس لكل دول العالم تيجي على ارضك. تيجي على ارضك وهي امنه، دي نقطه مهمه. تيجي على ارضك وانت في احسن موقع وبؤره في العالم كله، احسن موقع في العالم. احنا مش حاسين انها احسن موقع؟ لا، ده انت لازم نفهم كويس ان احنا الموقع استراتيجي في العالم كله. انت متخيلين يعني ايه مصر عندها في وسط بحر احمر وبحر ابيض؟ لماذا كانت مصر مطمع للاستعمار على مدى كل السنوات الماضيه؟ موقعها. موقعك انت في منتصف القوى الارضيه، موقعك وثرواتك وانت لا تتخيلي المنطقه دي ثرواتها ازاي، وهتشوفوا الاستثمارات جايه ازاي، هتشوفوا العالم كله بيتهافت على مصر ازاي، عشان مصر، علشان يجي يستثمر في مصر. هنشوف، طالما ان احنا وفرنا وعملنا البنيه الاساسيه ووفرنا الامان خلاص. الرساله النهارده دول العالم كلها بتقول لك ان مصر امنه، ان الناس، الشعب المصري ده يستحق التقدير، ان الشعب المصري ده شعب مش زي الشعوب اللي حواليه. الشعب المصري بيحارب وبينمو ويستثمر. خلي بال حضرتك، ما حدش بيحارب بينمو ويستثمر. يعني هذه العباره تذكرني ونحن اطفال كنا عندما نمر على يعني ربما ما اذكره الان هو بعض الكباري منذ سنوات طويله أنجزها الجيش المصري. أنا من سكان مصر الجديدة، كنت دائما أقرأ هذه اللافتة: يد تبني ويد تحمل السلاح. بالزبط. ربما كطفل لا تستطيع فهم البعد الكبير وراء هذا، لكن هذه اللحظة التي نعيشها يعني تأخذنا بسرعة لهذا الشعار البسيط الحقيقي ده الذي فعلا نعيشه الآن. لا ده على هامش بقى قناة السويس، مش احنا دلوقتي بنقول قناة السويس، لا على هامش، خلينا بقى على هامش. تعالوا نشوف احنا في القاهرة كم مشروع تم بناء وتم حل مشاكل المرور في مشاريع وكباري داخل القاهره. بلاش مش كده كمان، تعالي شوفي حضرتك كم طريق بيتم عمله، كم طريق الان بيتم عمله. يعني معلوماتي بس عندك الطرق اللي هي يعني اللي تستحق ان احنا نذكرها. يعني الطريق بين الفيوم للواحات، الطريق من الفيوم للمطروح، الطريق من المنيا لراس غارب، دي كلها بيتم صناعتها دلوقتي. هي مساله مش قناه السويس بس يا جماعه. احنا في سنه واحده بنعمل مشاريع جباره جدا. حتى ونحن نتحدث عن قناه السويس نتحدث عن عمل بالتوازي في 6 انفاق، 3 في بورسعيد و3 في الاسماعيليه. ده حضرتك ده مشروع. تعالي شوفي حضرتك مثلا في مشروع كبير قوي للحاويات القمح، حاويات القمح، مشروع على مستوى الجمهوريه يا جماعه، ده جبار. احنا ازاي نوفي الصوامع، الصوامع.
الصوامع اللي هو ده مشروع جامد جدا، ده بيتعمل في كل المحافظات. ليه بنعمل ده؟ علشان نقدر يكون عندنا اكتفاء ذاتي من القمح في سنه، في سنه، وتقلل كم كبير من الهدر. ده انا بدي لحضرتك على هامش قناه السويس. يعني يا جماعه احنا مش انجازنا مش بس انجاز بس المعجزه، ده احنا عندنا معجزات بنعملها في خلال عام، ده كل ده في خلال عام. حضرتك كل الطرق دي خلاص على 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 وشك الانتهاء. فكرة العبارات التي كانت تتردد كثيرا خلال الفترة الماضية والتي أصبحت تترجم لواقع ليست لدينا رفاهية الوقت، عبارة كانت تقال كثيرا في مواقف كثيرة، ولكنها ترجمت أخيرا لعمل حقيقي على الأرض، أو بمعنى أدق لتفهم ووعي لهذه العبارة، ليست لدينا رفاهية الوقت، وبالتالي ننجز ما كان يقدر إنجازه في 5 أو 3 سنوات في عام واحد. بالضبط. عايز أقول لحضرتك حاجة، احنا ممكن يعني ممكن كل الشعوب، ممكن دول العالم كلها، ممكن اي دوله ممكن تعمل قناه، مفيش مشكله. مش 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 اعجاز معماري او 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 اعجاز هندسي، لا لا لا، لكن الانجاز في السنه، الانجاز في السنه، الانجاز في عجز الموازنه عندك وانت بتعملي ب 60 مليار. الانجاز ب 60 مليار ما بتاثريش على عجز الموازنه، ده الانجاز. 64 في واقع الامر. يا 64 مليار. يعني اخضر انا بكلم حضرتك الانجاز في ايه؟ يعني ماشي، هو حتى جمع ال 64 مليار كانت في زمن قياسي 8 ايام فقط. ده بيقول لك احنا قدرنا في 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 الفتره دي ازاي نجمع، ولو سيبنا الموضوع شويه كانت الفلوس هتيجي تاني. صحيح. يعني انا بقول لحضرتك بنحل مشاكلنا ازاي؟ بنحل مشاكلنا ازاي؟ حضرتك التزام، يعني انا عاوز اقول لحضرتك ترتيب الاعمال، ترتيب الاعمال والتزام. المشهد النهارده الاحتفاليه بقى، مشهد الاحتفاليه ده قمه الالتزام والحضاره والوقي. العالم كله بيشوفك، دي اكبر دعايه كمان للاستثمار في مصر. وكان هناك تركيز على فكره، يعني واقعيا مصر دوله شابه، يعني بالنسب المئوية نسبة الشباب في مصر هي النسبة الأكبر، سواء مقارنة بالسكان أو مقارنة بدول أخرى. كان هناك اللقطات اللي بنتابعها مع حضرتك دي، وهي لقطات سابقة، هي تصدر صورة مصر الشابة، مصر المستقبل في هذا التوقيت. بالضبط. شوفي حضرتك احنا بنقول ايه؟ بنقول يا جماعة احنا النهاردة حطينا حاجة للأساس، قناة السويس دي حاجة للأساس، وده الاحتفاليه دي والعالم كله بينظر الى مصر الان، بينظر هم دول الشعب المصري. مش الشعب المصري هو الارهاب. خلي بال حضرتك من نقطه، كتير قوي في الدول العالم لغايه النهارده ما بيشوفوش الشعب المصري، فاكرين الشعب المصري لسه بيركب الجمال ولسه عنده المشهد الفلاح في الزراعه، الحاجات دي هو ده اللي في عالقه ذهني. بس اعتقد انه مشهد الثوره المصريه طغى على هذا، طغى على، لا شاف الشعب المصري بوجه تاني، لكن ما شافوش بقى في الاستثمار، ما شافوش في التنميه، ما شافوش في تغيير خريطه العالم، ما شافوش في المشهد ده. يعني هنا برضو كلام حضرتك هياخدني لفكره، يعني تتزامن بصوره او باخرى مع فارق توقيتي بسيط، احتفاليه افتتاح قناه السويس الجديده مع مرور عام على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال هذا العام الفكرة اللي حضرتك بتذكرها، مصر فرضت نفسها دوليا، مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي كان نافذة كبيرة جدا طبعا، تفتح هذا المعنى المضاد اللي بنتحدث عنه، ومرة أخرى كان فيها فكرة الكرامة الوطنية، رغم كل يعني نفس الفكرة تقريبا تتوازى مع ما نتابعه الآن. صحيح لدينا ظرف اقتصادي صعب، لدينا عجز كبير، ولكننا لا نقبل لا معونات ولا مساعدات، ولا نحن نقف ندا بند حتى لشعوب العالم مش على حساب الحكومة، ونفتح فرص للاستثمار، وبالتالي أنت مثلي تماما، أنت تريد الاستفادة وأنا أريد الاستفادة. شوفي حضرتك، لست مانح ولست أنا أقوم بمد يدي لمساعدات أو أطلب تسهيلات أو ده الشعوب والمستثمرين اللي هيطلبوا الاستثمار. احنا في الاول كنا نقول لهم تعالوا ونقوم ونبوس على ايديهم علشان الناس دي تيجي تعمل لنا مشروع يشغل شباب، تعمل لنا مشروع مصر تسهر بيه ويكون داعم ويكون يعني جاذب للمستثمرين. النهارده لا، النهارده انت عملتي هذه المنطقه الكل عايز يستثمر فيها. لا حضرتك قطر اللي هي قطر يعني عاوزه تدفع المليارات عشان تستثمر فيها.
العالم كله عاوز ياخد في هذه البقعه. هذه دي بقت جزيره. يعني خلي بال حضرتك هذه المنطقه بقت جزيره. البقعه دي النقطه دي النقطه دي كله عاوز يجي فيها. مين يعمل عنده مصنع في المنطقه دي في ظرف 24 ساعه تكون بضاعته كلها خارج البحر الابيض المتوسط. يطلع من المكنه من المصنع في ينزل لتحت في 24 ساعه ينزل لتحت جنوب الجنوب او في الشمال يطلع. ده فين ده؟ ولهذا كانت الفكره اننا لا نتحدث عندما نتحدث عن قناه السويس الجديده لا نتحدث عن مجرد ممر مائي يتوازى مع الممر الاول، وانما نتحدث عن منطقه بحريه عالميه متكامله. بالظبط. لوجستيا، صناعيا، وعمرانيا. انت حضرتك النهارده اي صناعه التصدير والاستيراد بالنسبه لها مواد الخام اللي جايه لك والمنتج بتاعك اللي بتصدر. ده اول مستثمر يفكر في ايه؟ انا هنقل بقد ايه؟ وفي وقت قد ايه؟ وهيكلفني قد ايه؟ لكن المركب تنزل ترسي قدام المصنع بينها وبين المصنع خطوات. ده فين ده؟ في انهي حته في العالم؟ في انهي منطقه في العالم صناعيه على البحر؟ او هكذا هي المناطق الصناعيه الحقيقية والتي تكون بطبيعة الحال على مستوى العالم جاذبة للمستثمرين. هو ده كده. النهارده يا جماعة احنا بنبص لقناة السويس لبعد تاني خالص. هقول لك عليه. النهارده اسرائيل بدأت تعمل ايه؟ احنا لسه يعني ليه من كبعد تاني بقى لأهمية قناة السويس. اسرائيل كانت عاوزة تعمل مشروع من خليج العقبة خط سكة حديد توصلك للبحر الأبيض المتوسط. ايه اللي هيحصل؟ خليج العقبه هتعمل كده، السفن تيجي تفضي شحنتها وياخدوا الشحنه دي ويوصلوها البحر الابيض المتوسط، كل مركب تاني الناحيه التانيه واقفه كده. وده عشان تقفل عليكي وتجوعك. ولكن رغم ذلك مصر بتفرح يعني مثل هذا بالزبط. الشعار احنا لولا ان احنا عملنا كده يا اما كانت هتبقى قناه السويس بالنسبه لك بقى موضه قديمه ومش هتقدري تسوقيها عالميا. طيب خلينا بس اسمح لي حضرتك نتابع كيف تفرح مصر في محافظات الجمهوريه المختلفه، وربما الفرحه تكون لها معنى مختلف ومضاعف عندما نتحدث عن احد اضلع مثلث قناه السويس. نتحول سريعا للاسماعيليه وهمام مجاهد ليرصد لنا فرحه مصر ومواطني مصر في الاسماعيليه. اليك همام. مشاهدين في هذه الصور هناك تجمعات في هذا الميدان، هو في هذا الميدان هو يعني احد الميادين التي تحتفل بها هؤلاء المواطنين في مدينة الإسماعيلية. هناك المئات من المواطنين يعني نصبوا احدى الرصاصات في هذا الميدان، وهو ميدان الممر لإقامة هذه الاحتفالات ورفع الأعلام المصرية وترديد بعض الأغاني الوطنية. كان في هذا الميدان أيضا مشاهدة لحفل الافتتاح الذي انتهى منذ قليل، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول وكبار الوفود شاهدوه في هذا الميدان واحتفلوا بافتتاح قناة السويس. هذه الحالة هي حالة عامة هنا في مدينة الإسماعيلية، الجميع هنا أو الشوارع هنا تزدان بالأعلام المصرية والسيارات ترفع الأعلام المصرية والجميع هنا يحتفل بهذا الحدث الهام الضخم. أيضا الوفود التي ربما عادت من الضفة الشرقية من القناة هي في طريقها الآن إلى أحد الفنادق الذي سوف تحتفل أو يقام فيه احتفال فني لمعرفة آراء الناس هنا في هذا الميدان. معنا أحد المنظمين منظمي هذا الاحتفال، يعني تعرف بحضرتك وقول لي ليه تحديدا اخترت الميدان ده وليه نظمت الاحتفال؟ سليمان الحوت منسق عام مبادره مصر بتفرح ولا مصر وبتخر؟ النهارده الميدان دوت ميدان الثوره ورمز للثوره، فاحنا النهارده بنوصل رساله للعالم بنقول ان احنا نقلنا الثوره من الميادين الى الدواوين. زي ما حضرتك شفت النهارده المشروع العظيم الرئيس وعد خلال سنه واوفى النهارده. إذن مشاهدينا الكرام سنحاول التواصل مرة أخرى، واضح أن هناك تقنيا مشكلة ما. على كل الأحوال نتحول لأحد رموز الثورة المصرية ميدان التحرير، ومن هناك أيضا رصد لفرحة المصريين من خلال أمل صالح. إليك يا أمل. سنحاول مرة أخرى أتواصل أيضا مع ميدان التحرير. نواصل هذا الحديث وكنا نتحدث عن
الرسائل التي يرسلها هذا الافتتاح، وبطبيعة الحال لا نستطيع أن نغفل بأي حال من الأحوال رسالة لأسر شهداء مصر، وهي رسالة عامة هي أعتقد أنها تمتد حتى ونحن نتحدث عن قناة السويس الجديدة، عن كل من ضحى من أجل وصولنا لهذه اللحظة، بمن فيهم من كانوا مسؤولين عن الإنجاز الأول في قناة السويس القديمة. ولكن اللفتة في هذا التوقيت هي رسالة في حد ذاتها، لا ننسى شهداءنا من كانوا ومن هم مسؤولين عن وصولنا لهذه اللحظة. بالضبط، عايز أقول لحضرتك إحنا قناة السويس دي إحنا بنهديها للشهداء، صحيح، لأرواح الشهداء، مش إحنا مش بنذكرهم في الاحتفال أو مش بنذكر دماءهم التي سفكت على أرض مصر في هذا الاحتفال، لا، إحنا بنهدي قناة السويس لأرواح الشهداء. يا جماعة لولا شهداء ما كناش وصلنا اللي إحنا فيه. إحنا كل يوم عندنا شهداء وبنقدر، عارف حضرتك هم عاوزين يوصلونا لإيه؟ عاوزين يوصلونا لحتة مهمة جدا، إنه من أجل إيقاف مسألة الشهداء دي والاستشهاد نبص للموضوع دوا ونسيب كل مشاريعنا ونسيب كل الأمور ونقعد على ترابيزة المفاوضات ونتفاوض. عاوزين يوصلونا إن المرحلة دي، عاوزين يضغطوا على الشعب، يضغطوا على الشعب عشان الشعب يضغط عليه علشان يبتدي الشعب يقول لا كفانا، لا نشوف الأمور نمشي إزاي ونرضخ ونبتدي نتفاوض ونتساوم على حقوق الشعب المصري. لكن النهارده بنقول لا، شهداءنا احنا ما حدش نسيهم. الحقيقه وقع الامر، يعني ربما تابعنا هذا في مناسبات كثيره وفي عزاءات كثيره، سواء رجال جيش او رجال شرطه او مواطنين عاديين، كانت الرساله التي توحد الجميع هو اننا قدمنا ابناءنا فداء لهذا الوطن ومستعدون لتقديم اخرين. بالزبط. لكي نحمي هذا الوطن، وبالتالي اعتقد انه يعني هذه القناة هي رسالة مفتوحة لكل من سقط شهيدا للواجب، بأننا حاولنا أن نكون على قدر مسؤولية دمائك التي أهديتها لهذا الوطن. بالضبط، إحنا النهاردة أرواح الشهداء لن تنسى، إحنا عايشين عليها، إحنا عايشين بذكرهم، إحنا عايشين إن التاريخ، تاريخ مصر فيه شهداء كتار من جميع طبقات المجتمع المصري، من جميع فئات المجتمع المصري، من جميع مؤسسات المجتمع المصري. احنا ما عندناش الشهداء من الجيش بس، ما عندناش الشهداء من الشرطه بس، احنا عندنا الشهداء من كل الشعب المصري. الشعب المصري قدم شهداء ومن جميع طبقاته، حتى من الأطفال، الأطفال استشهدوا، والشعب المصري مستعد أن يقدم تاني. يعني آخر شهداء الوطن جيسي، طفلة يعني ظهر يعني من ظهور، يعني عاوز أقول لحضرتك كتار كانوا ضحية الإرهاب، أطفال الوباء من زمان، من بعد الثورة على طول ضحية الإرهاب بقتل بأسلحة قطر وتركيا. عاوز أقول لحضرتك أدي الأطفال، أطفالنا من زمان. عاوز أقول لحضرتك إنه كل يوم مسجات اللي بتيجي دي حاجة، يعني إحنا لو رضخنا، لكن الميزة في الشعب إنها بتقوينا. كان ممكن نرضخ ونبكي، لكن تعالي شوفي الآباء والأمهات رد فعلهم إيه؟ يقولوا يا ريت اقدم ابني التاني. يقولوا واحد تاني يقول لك لو عندي ابني تاني كنت قدمته شهيد. ومن كان يقول يعني رغم ان سني كبير ولكن اود التطوع في الجيش مره ده؟ اخرى. ايه الشعب ده؟ صحيح، فين ده؟ طيب ده لو اتختش، لو واحد اجنبي اتختش في بلده عمره ما هيقول كده. طيب نعود مره اخرى للاسماعيليه وهمام مجاهد ليعود ويستكمل رصد مظاهر الاحتفالات في الإسماعيلية احتفاء بقناة السويس الجديدة. إليك همام. طيب يبدو أن همام يعني غير متوافر في هذه اللحظة، ولكن على كل حال نحن متواصلون مع حضراتكم في هذه التغطية.
الرئيس السيسي كان حريص على الخروج عن الخطاب في أثناء قراءته وتذكير الشعب المصري والعالم بأين كنا وأين نحن الآن. عبارة تستحق التوقف عندها، إنه من كانوا يحاولون السيطرة على هذا الوطن ولو مكنوا لأحرقوه، ولولا أننا استطعنا أن نسترد هذا الوطن ما وصلنا لهذه اللحظة. والرسالة الأخرى اللي من المهم أنها كانت تصل في مثل هذا الحادث هي فكرة أنه لولا تصدي مصر للإرهاب، وهي التي تتحمل مسألة التصدي للإرهاب العالمي، هي التي إحنا اللي تتصدى لهذا. مصر اللي بدأت بالتصدي لهذا الفكر، مصر اللي بدأت وقالت الخطاب الديني، مصر اللي بدأت وقالت يا جماعة الإرهاب هيسود على الكل، والمرض ده هيتفشى وهيصل إلى كل الدول، وما كانش حد بيهتم، وفاكرين إن الإرهاب عندنا بس، وإن الإرهاب لن يستطيل إلى الدول الأخرى. مصر اللي بدأت بده كله، ومصر اللي نبهت لده كله. أنا عاوز أقول لك، يعني لما جه الرئيس فعلا يتكلم وخرج عن النص، أنا بحب فيه كده بصراحة، هذه التلقائية. أنا بحب فيه كده، والشعب المصري بحب فيه كده، ولأنه بيحس إنه قريب منه جدا لما بيبعد عن البروتوكول والشكل. هو في حتة إنه يهمه قوي المضمون يصل. خليني أقول هنا تعليق يعني بين مزدوجين، ولكن أعتقد هو في كثير من الصدق والدقة، إنه ليس كل من يخرج على النص يستطيع أن يحتفظ بقيمته كرجل دولة في ذات الوقت. يعني كنا نشاهد قبل ذلك من خرج على النص فتحدث عن القرد وتحدث عن القرادات وتحدث، يعني أقصد لا من المهم أن أتحدث بلغة الشعب أو أخرج عن النص أو ولكن أحتفظ بهيبة رجل الدولة والمسؤول الأول في الدولة، وما هي المناسبة لكل مقام مقال كما يقال. هو في كاريزما معينة، وخروجه عن النص ده فعلا الشعب المصري بينتظره. لما خرج عن النص في الأمم المتحدة دي الأمر، خلي بال حضرتك، ما فيش رئيس في العالم عملها. طب هل تسمح لنا حضرتك نخرج لفاصل قصير ثم نعود للحديث عن هذا الخروج؟ مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لمواصلة هذه التغطية المفتوحة.
فكل ما في بلادي اليوم يدعو للفرح والفخر والتفاؤل بالمستقبل والإصرار على استلهام هذه الروح المنجزة التي استطاعت أن تنجز ما كان مقدرا في 3 أو 5 سنوات في عام واحد. ما زال ضيفي في الاستوديو دكتور إيهاب رمزي البرلماني السابق وأستاذ القانون الجنائي، وربما يعني سأخذ الخيط من هذه اللقطة الأخيرة وهي أيضا بها رسالة، يعني فكرة سواء كارمن أو أحمد جمال أو الشاب الثالث نجوم مصريين نجحوا في أرب أيدل سابقا، حتى في هذا رسالة إنه الفن الراقي أيضا له مكان ومكان مميز في مصر لنحاول الخروج من فوضى حتى ضربت الموسيقى والغناء. شوفي حتى الأغنية مختلفة ولحنها مختلف ورتمها الريتم بتاعها مختلف، بسيط وشبابي لو جاز التعبير ولكن معبر في نفس الوقت. بالظبط، وفي نفس الوقت مين القائم بالاحتفال؟ الوجوه دي وجوه جديدة. صحيح، ودي نقطة احنا ما اعتمدناش على النجوم بتاعتنا والنجوم اللي الشعب بيحبهم برضه، بس احنا بنقدم النهارده يوم حياة جديدة بشريان جديد بدماء جديدة بشبابنا. الناس دي الشباب ده احنا كان ممكن نقول الشباب ده اتولدوا النهارده. اعتقد انه هذا تاريخ صنع له لهذا الشباب. يعني عاوز اقول لحضرتك برضه رسالة جديدة، او يعني رسالة ان مصر اتغيرت يا جماعة. مصر مش تقليدية. صحيح. مش عايشة التقليد بتاع زمان، وما بنعتمدش على الكبار بتوعنا، بنعتمد على الصغار. دي نقطة، لأن الصغار هم نجومنا. يعني مصر الآن نجوم المجتمع هم نجوم الشباب. هم أمل المستقبل في واقع الأمر، وهم الذين سيجنون ثمار هذا الإنجاز حقيقياً وفعلياً. بالفعل يا جماعة الشباب هم طاقة الوطن. والنهضة مصر بتعتمد هي اللي بتشتغل، هي اللي بتشتغل بالشباب، والشباب بتاعنا مشرف، الشباب بتاعنا قادر، الشباب بتاعنا أعظم شباب موجود. هو اللي عمل ثورتين، مش عاوزين ننسى الموضوع ده، الثورات المصرية الشباب هو اللي عملها، مش الكبار ولا المثقفين عملوها، خلي بال حضرتك، ولا السياسي ولا النخبة. النخبة بتاعتنا للأسف ما هياش النخبة على القدر. يعني شوف احنا نبص للنخبة، لا احنا لو اعتمدنا على النخبة ما كناش وصلنا اللي احنا فيه. لكن احنا اعتمدنا على اعتمدنا على الإرادة، عندنا إرادة، لما بنعوز بنعمل. يعني ربما خلال الفترة الماضية حاولنا حتى من باب المسؤولية الإعلامية أن نركز على لغة الأرقام، لأن لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. ما هي الفائدة الاقتصادية أو القيمة الاقتصادية المضافة التي تقدمها هذه المنطقة اللوجستية المحيطة؟ ما هو المعنى أن يتم اختصار زمن العبور داخل القناة وزمن الانتظار، وأن يصب هذا الفائض الذي يعني هذا الازدواج سيقدمه في الميزانية المصرية الموازنة للدولة؟ أعتقد أنه حتى الأرقام بقت في متناول المواطنين، يعني يتحدثوا عن اختصار الزمن من 11 ساعة لثلاث ساعات، عن اختصار الفترة إلى 11 ساعة عندما نتحدث عن المرور بالكامل. لكن إلى أي مدى بالفعل المواطن المصري مستوعب لهذا الشق الاقتصادي في هذه القناة؟ حضرتك حاجة، إحنا قدرنا إن الشعب المصري يحيا الفرح ويحيا الاحتفال ويحيا قناة السويس. عارفين إحنا نحيا قناة السويس؟ بقت مفيش شعب، مفيش النهارده واحد بسيط في الشارع مش عارف الأرقام اللي أنت بتقول عليها دي، مش عارف أهمية المشروع ده. عندنا مشاريع كتير قوي في حياتنا ما حسيناش بيها، يعني واتعملت قبل كده زمان، لكن المشروع ده مشروع الشعب المصري. النهارده مفيش واحد ما عندوش المعلومه كامله. عارفين كام واحد اشتغل في قناه السويس؟ عارفين فوائد هذا المشروع ايه؟ ووضع مصر العالمي ايه بعد قناه السويس؟ عارفين ان المشروع ده هو الحجر الاساسي لمشاريع تانيه كبيره جدا. عارفين المساله مش اختصار وقت بس يا جماعه، ده امر جاذب. المساله الوقت بيساوي فلوس. في هذا المجال الملاحي الوقت يساوي فلوس ماني. يبقى احنا عندنا يا جماعه لما بنوفر للعالم يبقى العالم جاي، لما انا بوفر لك عدد الساعات يبقى العالم جاي. حضرتك المركب لما هي بتبقى قاعده منتظره ده كله مش بتستهلك؟
بتستهلك طاقة، مصاريف وقوف حتى كتكلفة وقوف وتكلفة جاز مش عاوز اقول لحضرتك ورواتب من مدة عليها. الرحلة ليها تمن، مدة الرحلة ليها تمن، المركب اللي هتاخدها في كذا يوم في غير ما تاخدها في يوم، الوضع مختلف تماما، لان ده بيساوي مبالغ عالمية. النهارده يا جماعة احنا بنقول للعالم، احنا قناة السويس دي بنهديها للعالم كله. هي قناة السويس دي مسألة ممر مائي بس؟ دي مش ممر مائي، ده قناة السويس دي هي الركيزة، هي البداية لمنطقة تانية جديدة خالص، منطقة ما كانش فيها تدب الحياة فيها لولا قناة السويس. الحياة هتدب في مناطق تانية. النهارده الحديث الممتد منذ سنوات، يمكن منذ استرداد طابة أو ما قبل ذلك، عن تعمير سيناء وعن هذه المنطقة اللي ممكن أن تكون بعدا مش أي سيناء، شمال سيناء. لا، وحتى عندما نتحدث عن سيناء في المطلق، الآن الأنفاق التي يتم عملها، أنت تحاول بناء ظهير عمراني حقيقي. عندما نتحدث عن سيناء حضرتك بتركز أكثر على شمال سيناء تحديدا. شمال سيناء دي مكان متروكة تماما حضرتك، المناطق دي كان يصعب، دي مناطق إرهاب، كيف يكون تحولي بقى مناطق الإرهاب دي لمناطق جاذبة للحياة والاستثمار؟ انت حضرتك بتنقلي الشعب المصري، بتنقليه في جهة تانية خالص في الأرض الوطن. انت عارفة حضرتك النهاردة، انا لما عاوز استثمر فين؟ هروح استثمر هناك. كنت اقدر اروح استثمر انا في شمال سيناء؟ حد يقدر يروح يستثمر في شمال سيناء؟ يبقى احنا كده بنضحك على نفسنا. لكن انا اقدر اخد اللي في الصعيد انقله في المنطقة دي، اقدر اخد اللي في 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 وسط مصر او في شمال جمهورية مصر العربية انقله في المنطقة دي، وهو ده اللي انا اقدر اعمله النهارده. ده حياة تانية هتدوب النهارده، بكره هيبتدي في شفق التفريع. عارفين دي معناه ايه؟ معناه انه خلاص بقى بدأنا بقى على الحياة الجديدة، حياة جديدة بمصر الجديدة. خريطة مصر يا جماعة اتغيرت. خريطة مصر ان كل السكان ملتف حول النيل. قناة السويس الجديدة لا تقل أهمية عن نهر النيل المصري يا جماعة، ده مش قليل. شريان جديد للحياة، القناة حياة بكل ما تحمله من معاني، مش مجرى مائي، مش مسألة ملاحة عالمية ولا مسألة تقصير وقت بس، لا، بالنسبة لمصر حاجة تانية. طيب اسمح لنا حضرتك برضو ناخد نبض من شاركوا في هذه طبعا. أو المتواجدين في هذه الاحتفالية، الأستاذ محمود نوارج عضو حزب مستقبل مصر وهو أحد المشاركين في هذا الاحتفال. يعني لو تضعنا في نبض الموجودين والمشاعر المتواجدة لديكم هناك، وما الذي تحمله وتعنيه هذه القناة في هذا التوقيت بعد هذا الاستعراض الذي تابعنا؟ الو. ايوه يا فندم. استاذ محمود مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني اذا كان لك ان تضعنا في نبض هذه الاحتفاليه خاصه مع هذا الاستعراض البحري الجوي الذي تابعنا. انا بس عندي توضيح بسيط جدا، انا اسف جدا ان انا امين الاعلام في حزب مستقبل وطن برئاسه محمد بدران، مش مستقبل مصر. مستقبل وطن. مظبوط يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان الاجواء هنا الاحتفاليه بتدل على عظمه المشروع، وده ان دل على شيء فيدل على عظمه مصر والتزام الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلمته ووعده اللي وعده للشعب المصري كله من سنه، ان في خلال سنه واحده هيبقى عندنا احد المشاريع اللي هتغير خريطه العالم وتعيد صياغه التاريخ. حضرتك احد المشاركين في الاحتفال تحت اي بند؟ كأمين الإعلام والعلاقات العامة في حزب مستقبل وطن. كمدعو يعني أقصد كمدعو حضرتك كمدعو. يا فندم كمدعو، بالإضافة للأستاذ محمد بدران طبعا رئيس الحزب، كمدعو على يخت المحروسة مع الوفد المرافق للرئيس في أول عبور للقناة الجديدة. مع تواجد أو مع هذا التواجد العالمي والعربي والإفريقي، ما هو الموجود في الكواليس؟ ما هو الموجود في المشاعر؟ ما الذي لمستموه من نظرة الآخر لنا في هذه الاحتفالية؟
الموجود في الكواليس من الشعب المصري نفسه هو الفرحة العارمة والفخر والشرف العظيم اللي هم بيشعروا بيه. في عيون الخارج احنا طبعا شايفين احترام غير عادي في عيون كل الرؤساء والزعماء والملوك سواء العرب او الاوروبيين المدعوين بقد ايه مصر عظيمه وقد ايه مصر محافظه على استقرارها وقوتها في المنطقه رغم الاحداث الكثيره اللي بتحيط بينا في كل الدول على الحدود المباشره معانا. يعني انا بشكرك استاذ محمود نوارج امين الاعلام بحزب مستقبل وطن، مصر بعيون المصريين وبعيون الاخر في هذا اليوم. محل احترام ومحل تقدير. لما الاعجاز اللي عندنا زمان لما احنا بنينا الاهرامات وحفرنا قناة السويس الاولى وحفرنا قناة السويس الثانيه وهنبني بلدنا، هو ده المصري، هو ده المصري. المصري عنده اراده، والمصري لما تحطيه في التحدي بينتصر. لما قلنا يا جماعه احنا بنتحدى، الشعب المصري قادر على الانتصار في التحدي بيشتغل. شعوب كتيره قوي ما بتقدرش تتحدى ومش عايشه الوطنيه، مش عايشاها. ده انا بقول لحضرتك لو واحد اتختش في امريكا ولا اتختش في اوروبا بيرفع دعوه طويله على الدوله. هو انا كمان يعني اود العوده لفكره، كنا نتحدث كثيرا حتى في الاعلام عن فكره الإرادة السياسية لإنجاز أي مشروع. يعني بما أننا كنا نتحدث عن تنمية سيناء مثلا، في كل عام مع الاحتفالات باسترداد طابة عندما كنا نستضيف المسؤولين عن الشق سواء القانوني أو الشق الدبلوماسي أو كان دائما يتم الحديث عن تنمية سيناء وأنه مطلوب إرادة سياسية لتحقيق هذه التنمية. ربما أحد العناوين الموجودة في مشروع قناة السويس الجديدة هو تأثير الإرادة السياسية الحقيقية على كل ما يتلو ذلك في هرم الدولة. بالظبط. احنا النهاردة لما قلنا زي النهاردة قلنا هنعمل قناة السويس، ايه اللي حصل؟ التزمنا ورئيسنا بإدارته للموضوع والمشروع كل، على فكرة أعمال القناة يوميا كان هو بيتابعها. يبقى الإرادة السياسية لما قالت نفذت والتزمت. النهارده بنقول هنعمر سيناء، هنعمر سيناء. عارفين يعني ايه كلمة نعمر سيناء؟ لأن سيناء دي في عيون العالم كله عاوزين يقولوا إن مش بتاعت مصر. خلي بال حضرتك اللي جنبيك عاوز ياخد حتة منك، واللي جنبيك من الناحية التانية عاوز يوطن الناس هنا علشان يوسع له هنا عشان ياخد عشان يحل القضية الفلسطينية عشان يحل القضية الفلسطينية. خلي بال حضرتك واحنا بنقول لأ دي بتاعتنا وهنعمرها. خلي بال حضرتك الامور دي مش سهله في ظل تحدي العالم كله، تحدي العالم كله ده امر مش سهل. هل يتوازى هذا مع ما يمكن ان نطلق عليه ربما رسائل عسكريه حملها هذا الاحتفال؟ بمعنى هل هذا الاستعراض البحري الجوي بالطائرات المختلفه هي عايز اربطه بما كان سابقا مع وصول طائرات الرافال وغيرها، هل كان هذا مهم جدا رسائل متتالية؟ وهربط ده حضرتك كمان بوصول الاف 16 الامريكية تاليا لذلك، هل في ده خلي بال حضرتك نقطة، الرسائل دي رسائل مهمة جدا. واوعى تفتكر الاحتفال ده احتفال دولة لما بيقوم فيها في عرض عسكري، ده عرض للقوة العسكرية المصرية لانه دي في حد ذاتها محل ارهاب. طيب أستاذا حضرتك بس معنا عبر الهاتف الآن دكتور خالد فهمي وزير البيئة. سعادة الوزير، من حق كل مصري أن يشعر بالفرح والفخر والتفاؤل بالمستقبل مع بدء العمل الرسمي لافتتاح قناة السويس الجديدة. طبعا يا فندم، طبعا كلنا بنفخر وكل العالم بيفخر بينا. يعني أبرز ما لفت نظرك كمواطن قبل كمسؤول معالي الوزير في هذه الاحتفالية؟ أنا طبعا من موقعي حاليا ودوري إن أنا كنت بقابل الرؤساء وسيد رؤساء الوزراء، ما أقدرش أقول لحضرتك غير الانطباع الإيجابي والاحترام لقدرة ورغبة الشعب المصري. وعلى حد نائب الرئيس السويسري عندما يريد الشعب المصري مش بس يستطيع ولكن عندما يريد وعندما يكون هذا ضروري، وبالتالي فده يعني بيعكس رؤية الناس، رؤية الدول في الخارج لنا. في كل احترام وتقدير
لما انجزه الشعب المصري ولما سوف ينجزه الشعب المصري. العمليه لسه ما خلصتش. صحيح. البدايه. ربما يعني الحديث مع حضرتك كنا نحاول استقراء ما في كواليس هذه الافتتاحية، ويعني كان السؤال تحديدا هو مصر في عيون الآخرين في هذه اللحظة. يمكن حضرتك بتتحدث عن نائب الرئيس السويسري، انطباعه أن مصر عندما يريد الشعب المصري فهو يستطيع أن يفعل هذا. أسأل حضرتك من ذات الموقع الذي حدثتنا منه، هذا الحضور على المستوى الدولي والإفريقي والعربي، رؤساء وملوك منهم العرب ومنهم بطبيعة الحال فرانسوا أولوند، وحضور إفريقي أيضا لافت، ما هي الرسائل التي ترسلها مصر بهذا الحضور؟ أنا كان لي شرف أن أنا استقبل السيد الرئيس الفرنسي، ويعني تحدثنا وتجاذبنا أطراف الحديث شوية. زي ما بقول لحضرتك أن فرنسا ممثلة في رئيسها كانت تثني على هذا الإنجاز العظيم، ولكن ردا على سؤال حضرتك، الاحتفالية النهاردة بكل دقائقها، وأنا شاهدت معظمها بالتلفزيون دائري مواطن مصر، والحضور العالمي كلها رسائل، كلها رسائل أبرزها معالي الوزير من وجهة نظرك. يعني فندم أنا ما فيش موقعي ما يسمح ليش بالتحليل، ولكن يسمح لي أن أنا أقول العرض العسكري، اللبس العسكري، الاختلاف اللبس، كلها رسائل، كلها رسائل. كيف قرأت هذه الزاوية تحديدا معالي الوزير؟ هو فنم الاتحاد بين الشعب وجيشه، مش بس في القتال، ولكن في أهم من ذلك وهو التنمية. الجيش بيدينا رسالة وبيدينا قدوة، التفاف الشعب المصري حوالين هذا الإنجاز. كنا نقول إنه العالم حواليه، كنا نقول إنه ربما أحد الرسائل كتفسير شخصي يعني هي رسالة مرة أخرى إننا عندما نتحدث عن مصر وعن إنجاز مصري فنتحدث عن دولة شعبها جيش وجيشها شعب. يخطئ من يعتقد أن هناك فرق بينهم، لأن المدقق في التاريخ عبر 5000 سنة يرى هذا التلاحم. المؤسسة العسكرية المصرية غير المؤسسات العسكرية الأخرى في الدول الأخرى. صحيح. نحن مختلفين تماما، ولأنها تمثل كل طائفة الشعب المصري. وبالتالي فهي جزء من شعبنا وإحنا جزء منه. حضرتك معالي الوزير ذكرت استقبالك للرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، وربما الحضور الفرنسي على هذا المستوى الرئاسي له قيمة ورسالة. وربما أذكر فقط مشاهدينا بأنه هذا الحضور سبقه أن الرئيس الفرنسي قام بتأجيل أجازاته السنوية ليحضر هذا الاحتفال ولتبدأ الأجازة من بعده، ونعلم جميعا يعني كيف هي الأجازات خاصة بداية من شهر أغسطس مقدسة لدى الفرنسيين، هذه رسالة مضاعفة. بصراحة أنا في كل علاقاتي مع الجانب الفرنسي في كافة المستويات لا ألمس إلا كل تعاون وإيجابية وكل احترام للشعب المصري، وده ما حصلش بالسهل، ما حصلش من غير خطوات إيجابية من الشعب وقيادته. وبالتالي العالم بيفتح تاني ذراعيه لمصر، ومصر تفتح ذراعيها للعالم، ومصر هتقوم بدورها المقدر لها في المنطقة وفي أفريقيا وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الشرق الأوسطي، ومصر تستطيع وتستطيع أن تفعل أكثر من ذلك بكثير. وهنيئا للمصريين وهنيئا لأولادنا وأحفادنا. حضرتك يعني تتحدث عن احترام مستحق ومكتسب بجهد حصلت عليه مصر وصولا لهذه اللحظة، الحمد لله، وفي خلال عام. صحيح. عام واحد. صحيح. يعني سيادة الوزير ربما لمحة لافتة، هذا الاختيار الذي يركز على الأطفال والشباب مع الافتتاحية الرسمية لهذه القناة هو أيضا رسالة. زي ما بقول سيادتك، الاحتفالية كلها رسائل، ضروري أن ندقق في الصورة وملامح الصورة، كلها رسائل. الكلام ليه رسائل، كلمة السيد الرئيس لا كل كلمة ليها رسالة. وما بين السطور ربما يحمل رسائل أكثر حتى.
حضرتك اللي قلت بس انا موافق. يعني انا اقدر حساسيه المنصب وحرص حضرتك على عدم الدخول في تفاصيل ربما تحسب عليك في منشطات الصحف، ولكن انا اريد ان انا اتكلم كرجل المصري مواطن مصري في منتهى السعاده والفرح اليوم، وفي منتهى الفخر ببلدي وبشعبي وبقيادتي وجيشي وبشركاتي ومهندسيني وبعمالي. أنا فخورة اليوم ومصر حزن كتير، وأنا الأوان إن احنا نفرح. صحيح، والشعب المصري استحق أيضا هذه الفرحة، وبالتالي هو يفرح بهذه الصور المختلفة التي حتى موجودة على شاشاتنا المختلفة. يعني قبل أن أختم معالي الوزير، في الشق المتخصص، يعني ربما أحد الأشياء التي كان يتم الحديث عنها عندما نتحدث عن المنطقة اللوجستية المحيطة بالقناة هي فكرة مراعاة أن تكون كما ذكرنا منطقة بحرية عالمية لوجستية صناعية، وتراعي أيضا الاعتبارات البيئية. إذا نلقي الضوء على هذه النقطة أيضا. احنا فنم الجزء البيئي قسمناه لعدة مراحل، مرحلة الحفر والتكريك، ثم مرحلة التشغيل، ثم بناء المشروع الكبير اللي هو محور التنمية كلها. تم تقديم المخطط الأول قبل بداية الأعمال، وتم الموافقة عليه، وتم الاتفاق على مجموعة عمل مشتركة نظرا لضخامة المشروع، بحيث يكون هناك رصد بيئي مستمر للعملية أثناء الحفر وأثناء الإنشاء. وتم الكلام ده، وطلبنا العديد من الدراسات والتقارير، تم تسليم هذه الدراسات بمعرفة الشركة الاستشارية الدولية لهيئة قناة السويس، وتم إصدار جميع الموافقات، تم إعداد خطة إدارة بيئية على أحسن المستويات العالمية، وخطة للرصد البيئي نعكف على تنفيذها حاليا علشان نشمل مرحلة تشغيل القناة. ثم هناك بنعمل دراسة بيئية استراتيجية حاليا لكل منطقة محور قناة السويس. ثم قمنا بالرد علميا من خلال خبرائنا على ما أثير في بعض وسائل الإعلام العالمي كويس من أي ادعاءات خاصة بالبعد البيئي. وزي ما سيادتك شايفة إن ما فيش حد بيتكلم خلاص على إنه كان بس بيشتغل في فترة معينة. وبالتالي نتحدث عن منظومة متكاملة عندما نتحدث عن فكرة أن كل ما أنجز هو وفقا للمستويات العالمية. أنا بشكر الحمد لله. أشكرك شكرا جزيلا معالي الوزير دكتور خالد فهمي وزير البيئة، وينضم إلي عبر الهاتف الآن أيضا دكتور شريف حماد وزير البحث العلمي. التهاني مستحقة معالي الوزير لكل المصريين بهذا الإنجاز المصري الخالص تخطيطا وتمويلا وتنفيذا. حقيقي يعني النهارده يوم تاريخي في مصر، وفرحه كبيره قوي الشعب كله عايش حقيقي. طبيعي في هكذا مناسبات ان يتقاطع العام مع الخاص، وبالتالي اسال عن انطباع حضرتك عن هذا اليوم كمواطن في الدرجه الاولى وكمسؤول بطبيعه الحال. الحقيقه النهارده انا شفت مش فرحه المصريين بس، انا شفت كل الوفود العالميه وباقيات تهنئه من كل انحاء العالم. لو شفنا التعبيرات بتاعتهم ان ده اعجاز هندسي، يعني حفروا واسسوا ونظموا وصمموا بالكامل مصريين في زمن قياسي. احنا مع الوفود الالمانيه، مع الوفود البريطانيه، حقيقه الاراء بتاعتهم في منتهى الايجابيه ان احنا على سبيل التقدم، على سبيل البناء، بالرغم من كل الأحداث الإرهابية اللي مصر بتواجهها، لكن بعون الله الحمد لله احنا على طريق الرخاء ان شاء الله بإذن الله. يعني معالي الوزير، وانت تتحدث تحديدا عن وفود سواء بريطانية او ألمانية، نحن نتحدث عن شق عملي ربما لا يتحدث عن المشاعر كثيرا بقدر تقدير وتحديد الجانب العملي والتقييمي. يعني أبرز التعليقات اللي يعني استمعت إليها حضرتك من هذه الوفود أو من هذين الوفدين تحديدا. من الجانب الألماني أنا سمعت إن هو معجزة هندسية بكافة المقاييس، طبعا من الخلفية الصناعية من لهذا الشعب مركز جدا على إن ده إعجاز هندسي كبير. من الحقيقة من الوفد البريطاني
السعاده وهم واقفين. احنا منتظرين مثلا دلوقتي باخره يعني ترجعنا المكان بتاعنا، هم واقفين بدون اي يعني تملل ولا اي حاجه، لان هم واقفين على ارض القناه اللي اتحفرت. الفرحه بتاعتهم صادقه زي ما حضرتك بتقولي، لا مكان للمجامله ولكن عكس للافكار اللي بيقولوها على الالسنتين. مره اخرى ربما يعني تابعنا على الهواء مباشرة على مدى عدد من الساعات خطوات متتالية وصولا لكلمة الختام. أبرز ما أثر في حضرتك بصفة شخصية كان إيه؟ أبرز حاجة حقيقة لما كان يعني الشاشة اتفتحت على أطفال مستقبل مصر وهي بتغني فرحة من القلب والأعلام في إيديهم، ومن خلفهم كانت اوائل السفن اللي بتعدي العملاقه في دي، كانت يعني لحظه حقيقه الناس كلها ان هو كانت يعني العاطفه كانت جياشه جدا حقيقه. يعني ربما هذا يذكر بهذه التحيه التي قدمتها السفن وهي تعبر من امام المنصه عندما كان الرئيس السيسي يلقي بكلمته، وربما نذكر ايضا مشاهدينا في هذه اللحظات بهذا التقدير العالمي. بما ان حضرتك كنت تتحدث عن مصر بعيون الآخرين، تم الإعلان قبل الافتتاح الرسمي للقناة عن أن موانئ العالم كلها في ذات توقيت الافتتاح سيكون هناك عمل للأبواق في موانئ العالم تضامنا مع افتتاح مصر لقناة السويس الجديدة، وهذه أيضا رسالة تحمل الكثير بين طياتها. بالضبط، يعني هم عارفين كويس قوي الفائدة الاقتصادية اللي هتعود على العالم كله من هذا الشريان الجديد. عامل الوقت هو اهم شيء عند العالم كله دلوقتي. عامل الامان ان هو يأتمن تجارته انها تفوت في مصر بمنتهى الامان، دي رساله اخرى هم تفاعلوا معها جيدا. الحديث دائما كان عن فكره ان الامر لا يتوقف مع افتتاح القناه، ولكن يبدا العمل في اليوم التالي في مشروعات اخرى، سواء استزراع سمكي، سواء ما يتعلق بشرق التفريعه او غيره. السؤال معالي الوزير، ومن واقع التجربة المبنية على الموقع والمنصب، كيف يمكن أن نستلهم كل الدروس التي بثتها هذه القناة الجديدة، سواء بشراكة مجتمعية، سواء بإنجاز، سواء بالإدارة والتخطيط والإرادة، كيف نستلهم هذا في كل ما يتعلق بالإدارة في مصر ونحن لدينا في المطلق مشكلة في هذا؟ إحنا أثبتنا أن الإدارة السليمة للإمكانيات البشرية اللي موجودة والامكانيات الاقتصاديه اللي موجوده في الشعب المصري بتؤدي الى تحقيق الهدف حقيقه زي النهارده. يعني ما الذي يمكن ان تقدمه وزاره البحث العلمي فيما يخصها لتواكب ما نحاول ان نبنيه في مصر الجديده؟ حقيقه يعني العلم هو مفتاح تقدم مصر في المستقبل ان شاء الله. أثناء مشروع قناة السويس ساهمت وزارة البحث العلمي بدراسات بيئية، بدراسات بحرية، بدراسات عن أقمار صناعية، كلها كانت في خدمه هذا المشروع. اما مشاريع الاستزراع السمكي فاحنا لدينا الكوادر جيده جدا ان شاء الله باذن الله انها تحقق امن غذائي من الاستزراع السمكي. اما المشاريع التكنولوجيه ايضا فهي تعتمد على الموارد البشريه الغنيه والعقول المصريه في البحث العلمي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور شريف حماد وزير البحث العلمي. ومرة أخرى مشاهدينا الكرام نتحدث عن رقم جديد في معادلة الوطن، عندما نتحدث عن شريان جديد هو في واقع الأمر ترجمة كما ذكرت في البداية لفكرة مفردات الأفعال وليس الأقوال وفقط، وهذا ما نحاول أن نبني عليه، وهذا ما كنا نتحدث عنه دكتور إيهاب، فكرة ترجمة هذه التجربة ككل لكل مستويات الإدارة المختلفة. إزاي أن كل مؤسسات الدولة تكتفت لإنجاح هذا المشروع وتنفيذه؟ ده أمر مهم جدا، ده معناه أن مصر تقدر تتكاتف، وأن مؤسساتنا مش مؤسسات في جزء منفصلة، لا، مؤسسات كلها عملت على إنجاز هذا المشروع في هذا الزمن. النهاردة عندنا جيش قوي، وده لازم، حته العرض العسكري ده مهم جدا، دي رساله مش عايزين ننساها.
لانه ده كنا نتحدث في هذه النقطه وما سبقها من طائرات الرافال والاف 16. صحيح، دي نقطه مهمه جدا. مصر عندها جيش، مصر عندها جيش، مش جيش بس، جيش قوي، عندها شعب ورا جيش وجيش ورا شعب. خلي بال حضرتك من الامور دي كلها، وان هناك تماسك، هناك تماسك ما بين الشعب والجيش، مش جيش ورا شعب وشعب ورا جيش بس، لا، في ايمان، ايمان بالجيش نفسه وفي ثقه مطلقه، لانه كان في محاولات كثيره للعب على هذا الخيط بالتشكيك وببث شائعات وبغيرها، وكان الرد دائما من الشعب قوي جدا. من جزء من اغزى احترامك لدى العالم كله هو جيشك. انت حضرتك لما بتاخد من قوتك العسكريه بتاخد احترامك، ده جزء، بغض النظر عن ارادتك، بغض النظر عن كفاحك، بغض النظر عن مشاريعك، لكن جزء كبير قوي علشان نقدر نقول للعالم او نوري العالم ازاي احنا محل احترام كبير قوي. احنا عندنا جيش وعندنا شعب وعندنا اراده سياسيه وعندنا انجاز وعندنا مال. لدينا موارد في واقعنا، موارد. واحنا بقينا دلوقتي على خريطه العالم من اكبر الدول الجاذبه للاستثمار على خريطه العالم. يبقى احنا النهارده عندنا عرض عسكري وشريف جدا بيعرض قوتنا الجويه وقوتنا البحريه ومركباتنا. وما استطاعت مصر ان تحصل عليه مؤخرا عدد من الطائرات الرافال والفرقات التي انضمت مؤخرا، وفي هذا الحقيقه رساله هي ليست عسكريه فقط بقدر ما هي رساله حتى تتعلق بعلاقات مصر الخارجيه، لان لولا مصر استطاعت ان تعيد كل هذه الخيوط مره اخرى، يعني تريد تعامل مع روسيا في شق فتحصل عليه، مع فرنسا في شق فتحصل عليه، مع بريطانيا في شق فتحصل عليه. بالزبط. وربما كل هذا يجبر الولايات المتحدة الأمريكية أن تعطينا ما كانت تلوح به. خلي بالك حضرتك، مش هما منعوا عنا حاجة الطيارات الرايحين، احنا أساسا نعملها صيانة، منعوها قالك مش هيدوها لنا. النهاردة عطوها وعطوا كمان فيها عدد آخر من الاف 16. ده معناه ايه؟ معناه انه رأت ان مصر اولا اعترفت بالقيادة المصرية، واعترفت ان مصر بلد سلام وليست بلد حرب، اعترفت ان مصر بتخوض حرب ويجب ان نقف جانب مصر في الحرب التي تقودها، يعني حرب مصر ضد الارهاب وحرب مصر في جميع مناطق الارض، هذا مؤيد من العالم كله. وبالتالي احنا بنعطي لمصر ايضا قوة تسليح، قوة تسليح من أجل أن مصر الآن في حرب. وبالتالي مصر لديها جيش، هذا الجيش أيضا قد يكون يعني محل يعني حديث لدى دول أخرى لا ترغب في أن يكون مصر لديها جيش أو لديها جيش متماسك. هم عاوزين جيش مصر، جيش ميليشيات، جيش ملوش انتماء لشعبه. خلي بال حضرتك الحتة دي، زي ما الجيوش التانية، الجيوش التانية كلها كان ليها انتماءات تانية اللي في الدول العربية، لكن عاوزين النهاردة بنقولهم لا، الجيش هو جيش الشعب والشعب خلف الجيش، لا تقسيمات طائفية ولا دينية ولا قبلية، ما يعرفهاش الجيش المصري، الجيش ده بتاع الشعب ده. دي رسالة مش قليلة، ورسالة ان اللي عمل هذا المشروع وكان اشرف عليه هو الجيش المصري، رسالة مش ان الجيش بيبني بيستثمر، مش جيش بيحمل سلاح بس زي ما انت قلتي، مش يد تبني يد تحمل السلاح. الجيش المصري مش مجرد جيش للحرب فقط، لكن جيش لبناء مصر، ده امر مهم جدا. الجيش بيعمل داخل مصر لبناء مصر. انت اكبر مؤسسة عسكرية في الشرق الاوسط هي المؤسسة العسكرية المصرية، عشان تبقى يعني نبقى نفخر من ضمن دواعي فخرنا، بجانب فخرنا بإرادة المصريين، فخرنا بالجيش المصري. ومن ضمن الرسائل الهامة اللي لا يمكن أن نختم هذا اللقاء بدون أن نذكرها هي رسالة استقلالية القرار الوطني المصري. لقد قررنا أن نقوم بهذه القناة وستكون تمويلا وتنفيذا وتخطيطا وكل شيء مصري، لتصدير هذه الرسالة لكل من يحاول لي ذراع مصر. بالزبط. بأي وسيلة، لا، احنا لدينا استقلالية. احنا بنتحدى العالم،
مش بنتحدى الارهاب، احنا بنتحدى العالم. عاوز اقول لحضرتك حاجه، ان كل دول العالم ما كانتش متوقعه ان مصر هتنفذ كده، وما كانتش متوقعه ان مصر هتقدر تعمل كده، وكانوا بيقولوا انتوا هتجيبوا التمويل منين؟ اول حاجه انتوا بتتحرجوا، انتوا عايزين تعملوا قناه السويس جديده بمليارات، هتجيبوها منين؟ وانتوا عندكم عجز موازنه؟ قلنا لهم لا، احنا هنجيب وهنعمل، واحنا هنعمل، مش انتوا اللي هتعملوها لنا. كنا زمان بنجيب الشركات الكبيره هي اللي تعمل لنا، الشركات الاجنبيه يعني الكبيره هي اللي تعمل لنا. النهارده الشركات المصريه والشباب المصري والتمويل المصري هو ده بقى موضع فخرنا، احنا النهارده بنفتخر ان انا مصري. يعني بطبيعه الحال مره اخرى لا يمكن للكلمات ان تصف المشاعر في مثل هذا اليوم، ولكننا ما زلنا نتحدث عن هذا الانجاز المصري الخالص والذي يعود بنا لتاريخ طويل من الإنجاز والحضارة المصرية، وحتى في التاريخ الحديث فقط تاريخ قناة السويس الأصلية يجب أن نتذكر ونحن نتحدث عن هذا الإنجاز من حفروها ومن أعادوها لمصر بالتأميم مرة أخرى، وصولا لهذه اللحظة التي تعود فيها مصر لنشر بذور البناء والنماء والحضارة. وربما من حسن الطالع ونحن نحاول تذكير العالم بهذه الدولة المصرية التي تحرص على هذه القيم والمعاني والتي لا تعادي أحد وتدافع عن نفسها وفقط، أن يكون هذا اليوم هو ذكرى اليوم الذي قامت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما. هؤلاء هم من يدمرون، أما المصريين فهم البناؤون. تحياتي لحضراتكم في ختام هذه الزاوية من التغطية، ولكن بطبيعة الحال زوايا النهار اليوم مفتوحة دائما والنوافذ مفتوحة لتتابعوا من خلالها هذا اليوم المختلف في تاريخ مصر. كنت معكم ريم وجدي، طابت أوقاتكم.